بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. هذه الرسالة الأولى بعث بها المستمع ميم صاد عين، مقيم بالرياض. يقول: أنا شاب أعمل في المملكة منذ 7 سنوات، أصلي وأصوم والحمد لله، وقبل سنة تزوجت، ولكن الفتاة ليس لها ولي، فليس لها سوى أختها، وعندما ذهبنا إلى المحكمة رفضوا أن تكون أختها ولية على أمرها، وبعد مدة تزوجتها بحضور 3 شهود، وتم الزواج بدون ورقة عقد من المحكمة. وبعد 6 أشهر أرسلوا إلي من بلادي عقد زواج من محكمة شرعية بدون أن نحضر أنا وزوجتي، وحصلنا على العقد بواسطة توكيل عني وعن زوجتي من البلاد الأخرى، فهل هذا الزواج صحيح بهذه الصورة أم لا؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا علينا أن نفعل لكي نصححه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه من المعلوم أن من شروط صحة الزواج وجود الولي الذي يعقد يتولى العقد لموليته. وإذا لم يكن لها ولي من عصبتها فإن وليها حاكم الشرع يتولى أمرها ويعقد لها. وهذا العقد الذي ذكره السائل هذا مشتبه، لا ندري على أي صورة وقع، لأنه قال إنها ليس لها ولي إلا أختها، وأن المحكمة رفضت ولاية أختها، ثم قال إنه جاءه عقد بالتوكيل منه ومنها من بلادهم. نعم. ثم قال إنه تزوجها بحضرة شهود، فهذا العقد لا ندري على أي صفة كان، ومن الذي عقد تولى عقدها، وعند من أهل العلم حصل هذا الشيء. نعم. فالأمر لا يزال مشكلا، فالواجب عليه أن يتصل بالمحكمة الشرعية أو أن يتصل برئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض، يتصل بهم شخصيا ويشرح لهم قضيته، وسيجد إن شاء الله التوجيه السليم. نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد عبد الحميد محمد حاتم من اليمن الشمالي لواء إب، يقول: وجدت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينا وشمالا. قال: ولا تعلموها السفهاء، فإن يدعو بها يستجاب لهم، أو ما معناه؟ رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته صحيحا. وقال إبراهيم بن علي: قد جربته فوجدته حقا. وقال الحاكم: قال لنا زكريا: قد جربته فوجدته حقا. أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل هذه الصلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا بهذه الصفة؟ وماذا تسمى؟ وما المقصود
المقصود بالسفهاء الذين نهينا أن نعلمهم هذه الصلاة؟ بينما هناك حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن تلاوة القرآن وهو راكع أو ساجد، أخرجه ابن جرير، فأيهما الصحيح؟ وإن كان صحيحين فكيف الجمع بينهما؟ هذا الحديث لم أقف له على أصل فيما بين يدي من كتب الحديث مع كتب التخريج، ولا أدري عنه مع ما فيه من الغرابة كما ذكر السائل من أنه شرع قراءة الفاتحة في غير القيام ركوع في السجود وتكرار ذلك، وأيضا فيه السؤال بمعاقد العز من العرش غير ذلك، وكلها أمور غريبة، فالذي ينبغي للسائل أن لا يعمل بهذا الحديث. وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا إشكال فيها وفيها من نوافل العبادات والصلوات والطاعات ما فيه الخير والكفاية إن شاء الله. وأما ما ذكر من أن فلانا جربه فوجده صحيحا وفلانا جربه فوجده صحيحا، نعم، هذا كله لا يدل على صحة الحديث، يعني كون الإنسان يجرب الشيء ويحصل له مقصوده لا يدل على صحة ما قيل فيه أو ما ورد فيه، لأنه قد يصادف حصول هذا الشيء قضاء وقدرا أو يصادف ابتلاء وامتحانا للفاعل، فحصول الشيء لا يدل على صحة هذا الأثر. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أسامة سعيد محمد، عراقي مقيم في بولندا مدينة كراكوف، يقول: أنا أقيم في مدينة كراكوف في بولندا، وقد حل علينا شهر رمضان الماضي وقد من الله علينا بصيامه والحمد لله، إلا أننا كنا في إمساكنا وإفطارنا نعتمد على توقيت بلدنا في العراق، علما أن التوقيت هنا في بولندا يسبق العراق، فيجب أن نمسك قبلهم وأن نفطر قبلهم، وقد صمنا على هذا الوضع 4 أيام إلى أن تبين لنا الفرق في التوقيت، فاعتمدنا توقيت البلد التي نصوم بها، فما الحكم في فعلنا الأول وماذا يجب علينا؟ هو كما ذكر السائل أنه يجب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه، نعم، فيمسكون عند طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس في البلد الذي هم فيه، لقوله تعالى: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا منطبق على المسلم في أي مكان ما دام أن عنده طلوع الفجر وغروب الشمس، فإن الصيام فيما بينهما. وأما ما حصل منهم في أول الشهر من أنهم يصومون بتوقيت بلد آخر يختلف عن توقيت بلدهم الذي هم فيه فهو خطأ، ويجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام التي صاموها على هذا النمط، لأن صيامهم غير صحيح ولا مطابق للشرع كما ذكرنا. وإن كان مضى عليهم رمضان آخر لم يقضوا هذه الأيام فإنه يجب عليهم مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم، الله أعلم. نعم، له سؤال آخر، يقول: بالنسبة للصلاة فنحن نجهل أوقات الصلاة هنا، فكيف نعمل أو نقدر أوقات الصلوات لكي نؤدي فروضنا في أوقاتها؟ وربما قد يكون حدث منا أن صلينا بعض الصلوات في غير أوقاتها، فما الحكم في هذا؟ الله سبحانه وتعالى حدد مواقيت الصلاة وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وهي حدود واضحة يعرفها العامي والمتعلم والحضري والأعرابي وكل مسلم، ذلك بأن وقت طلوع الفجر وقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر، ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، أي إذا ساوى ظل الشيء الشاخص ذلك الشاخص، فهنا يبدأ وقت العصر. ووقت المغرب واضح بغروب الشمس، ووقت العشاء الآخر بمغيب الشفق الأحمر، هي مواقيت واضحة وتعرف، والواجب على المسلم أن يتقيد بها، بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواقيت للمسلمين بقوله وبفعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في مواقيت معينة تؤدى فيها في أي مكان يكون الإنسان، فإنه يجب أن يؤدي الصلاة في هذه المواقيت الواضحة التي بينها الله ورسوله للمسلمين.
الواجب عليكم أن تتقيدوا بالمواقيت، وأن لا تقدموا الصلاة على وقتها أو تؤخروها عن وقتها، وأن تجتهدوا في معرفة ذلك في البلد الذي أنتم فيه بمراقبة الشمس ومعرفة طلوع الفجر وطلوع وزوال الشمس، ومراقبة وقت العصر ومراقبة غروب الشمس ومغيب الشفق، أن تهتموا بذلك وتراقبوه، وأن تسألوا من عنده الخبرة في ذلك من أهل الحساب في ذلك البلد، وأن تجتهدوا. والله سبحانه وتعالى يعين المسلم إذا اهتم بأمر دينه. نعم. هذا التوقيت الذي تفضلتم بتفصيله ويعتمد على الشمس، لكن بعض الأماكن قد لا ترى الشمس فيها في أكثر أو في أغلب الأوقات، فهل هناك وسيلة أخرى يعني لمعرفة توقيت الصلوات أو وقاتها؟ يجتهدون في ذلك. نعم. يجتهدون في ذلك ويقدرون حسب ما يؤدي إليه اجتهادهم، وبسؤال أهل الخبرة أيضا. نعم، بسؤال ممكن. نعم، بسؤال أهل الخبرة وبسؤال أهل العلم الذين في بلدهم أو حولهم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول: يوجد معنا بعض المسلمين ولكنهم للأسف ليس لهم من الإسلام إلا اسمه، أما هم فإنهم بعيدون عنه ولا يتخلقون بأخلاقه، وقد يجمعنا العمل بهم فنختلط بهم ونجالسهم، فهل علينا شيء في ذلك؟ مخالطتهم على نوعين: مخالطة عمل فقط، مجرد عمل بأن يجتمعوا في مكان واحد لأداء العمل، فهذا الأحسن إذا أمكن أن ينفردوا عنهم وأن يبتعدوا عنهم، فهذا شيء مطلوب. لا. وأسلم لدينهم وأسلم لذمتهم، وإذا لم يمكن فإنهم يؤدون عملهم ولا حرج عليهم في ذلك. والنوع الثاني من الاختلاط، اختلاط أنس ومحبة وألفة، هذا لا يجوز، لا تجوز مخالطة هؤلاء والأنس بهم ومحبتهم والمزاح معهم مما يدل على مثلا الانبساط معهم، فهذا لا يجوز، لأن هؤلاء ما داموا أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه فقط، هؤلاء ليسوا مسلمين، يجب هجرهم والابتعاد عنهم، إلا إذا كان في مخالطتهم طمع في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وتعليمهم أحكام دينهم، لأنهم قد يكونون يجهلون أمر دينهم، وقد يكونون تأثروا بالمفسدين، فلو وجدوا من يرشدهم ويعلمهم لا استفادوا، فإذا كان الاختلاط بهم يفيدهم من هذه الناحية فالاختلاط فيهم مشروع. نعم. أما إذا كان مجرد اختلاط وأنس ومحبة من دون تأثير عليهم فهذا لا يجوز. نعم. سؤاله الأخير يقول: يجاورنا بعض الأسر من هذا البلد وهم يحسنون جوارنا ويعاملون معاملة طيبة ونحن كذلك، فهل يجوز لنا الاختلاط بهم عائليا ومجالستهم ومؤاكلتهم رغم أنهم يحترمون ديننا فلا يفعلون شيئا من المنكرات بحضورنا، فهل يجوز لنا ذلك؟ لا ينبغي مخالطة الكفار والأنس بهم والاطمئنان إليهم ولو كانوا من الجيران، ولكن الجار يحسن إليه ولا يساء إليه ولو كان كافرا، لأن الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. نعم. وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب يعني في النسب. نعم. فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وجار له حق واحد، وهو الجار الكافر، له حق الجوار فقط، بأن تحسن إليه ولا يصدر منك أذى في حقه أو سوء جوار. أما الانبساط معهم والاطمئنان إليهم ومحبتهم فلا يجوز للمسلم أن يود الكافر وأن ينبسط معه وأن يأمنه وأن يختلط به، لأنهم قد يؤثرون ولو على المدى البعيد عليكم أو على ذريتكم. نعم. بارك الله فيكم. هذه الأخت رقية عبيد الله حسين من السودان بعثت بهذه الأسئلة، تقول: أولا، كيف يتوضأ من قطعت يده أو ليست له يدان خلقة إن لم يكن له من يساعده في الوضوء دائما؟ يتوضأ على حسب استطاعته، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فيوضي الأعضاء الباقية، إذا لم يكن له يدان يعني قطعت يداه من المرفقين مثلا، أو لم يخلق له يدان أصلا، فهذا يوضي الأعضاء الباقية التي هي الوجه ومسح الرأس والرجلين، فإن كان عنده من يوضيه ويعينه على ذلك وجب عليه أن يتوضأ
لوجود مثلا من يعينه. نعم. أو مثلا يكون عند مثلا ماسورة مياه يفتحها ويتركها مثلا تصب الماء على وجهه وعلى يمسح رأسه بشيء ويغسل رجليه من صب الماء، وجب عليه ذلك لأنه استطاع أن يتوضأ في هذه الحالة بالإعانة أو بصب الماء عليه من صنبور أو من ماسورة مثلا. نعم. فإذا لم يجد هذا ولا هذا ولم يستطع فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة. يعني يغسل ما أمكنه، يغسل ما أمكنه من ذلك. نعم. وأما إذا كان بقي من يديه شيء، أن بقي من الذراعين شيء، فإنه يغسل الباقي وجوبا، يجب عليه أن يغسل الباقي. نعم. حتى لو كان فوق المرفقين. نعم، ولو كان شيئا يسيرا زائدا على المرفقين. المرفقان من الواجب يغسلهما. نعم. يغسل المرفقين وما دونهما إلى الكف. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني تقول: ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها، وما هو أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان؟ الأوقات التي تكره الصلاة فيها المواقيت الخمسة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس. فهنا إذا طلع الفجر لا يصلى نافلة إلا ركعتي الفجر، النافلة القبلية التي قبل الفجر تصلى بعد طلوع الفجر، وأما ما زاد عن ذلك فلا يصلى. نعم. إلى أن ترتفع الشمس. والوقت الثاني حين تقف الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، يعني حينما تتوسط الشمس على الرؤوس في كبد السماء إلى أن تزول، هذا لا يصلى فيه وإن كان وقتا قصيرا، يعني قبيل الظهر، قبيل دخول وقت الظهر. نعم. نعم. والوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه ثلاثة مواقيت على سبيل الإجمال. نعم. أما على سبيل التفصيل فهي خمسة، خمسة مواقيت: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدرا. نعم. وحين تتوسط في كبد السماء إلى أن تزول. نعم. ومن بعد صلاة الفجر العصر إلى أن تقرب من الغروب. نعم. ومن تضيفها للغروب إلى أن تغرب، هذه خمسة. هذه خمسة. نعم. نعم. وبعضهم يضيف وقتا سادسا وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر. نعم. طبعا هذه الأوقات يعني تكره صلاة النافلة فقط، أما الفريضة قضاء فتقضى في أي وقت من هذه الأوقات. نعم، الفريضة تقضى فورا تمكن الإنسان من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. فالفريضة تقضى في أي وقت وليس لها وقت نهي، ليس لقضائها وقت نهي خلاف النافلة. نعم. أفضل الصيام، أفضل الصيام بعد رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وكذلك صيام كل الشهر شهر المحرم. نعم. كذلك صيام اليوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، هذه أيضا من نوافل الصيام. نعم. نعم. صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، هذه صوم يوم قبله يوم أو يوم بعده، أيضا هذه من نوافل الصيام المؤكدة. نعم. النصف من شعبان أو لم يرد فيه شيء، ورد أنه يصام من شعبان أيضا إلا أنه لا يصام كاملا. نعم. 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 هناك أيضا من يخصص شهر رجب بصيام، رجب لم يثبت فيه شيء من العبادات خاص. نعم. لا صيام ولا صلاة ولا عمرة ولا شيء خاص برجب. رجب لم يثبت فيه عبادة خاصة به، الذين يخصونه بعبادات هؤلاء مبتدعة، لأنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه. فلم يشرع الله ولا رسوله في رجب عبادة خاصة، لا عمرة ولا ذبيحة ولا قيام ليل خاص ولا صيام من أيامه خاص، وإنما رجب كغيره من الشهور. نعم. هو شهر محرم. نعم. له الحرمة لأنه من الأربعة الأشهر الحرم، أما أن يخص بعبادة دون غيره فهذا من البدع. نعم. السؤال الثالث تقول: هل يجوز للمرأة أن تواظب على صلاة الجماعة في المسجد، وهل يحق لزوجها منعها من ذلك؟ يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها، لأن في صلاتها في بيتها سترا لها وأمانة لها من التعرض للفتنة منها أو بها. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير
لهن، فإذا خرجت للصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك، وكونها تبقى في بيتها وتصلي فيه أفضل من خروجها للصلاة في المسجد. ولكن إذا خرجت للمسجد فإنه لا بد من الالتزام بالآداب الشرعية، لأن تجتنب الطيب وتجتنب لباس الزينة وتجتنب لباس الحلي إظهار الحلي وتجتنب إبداء شيء من جسمها، أن تغطي وجهها وكفيها وقدميها وتستر نفسها عن الرجال. إذا التزمت بهذا فإنها يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، وأن تكون في المسجد أيضا منعزلة عن الرجال، ما تكون في صف الرجال أو تخالط الرجال، وإنما تكون في مؤخرة المسجد إن كان معها نساء يصلين جميعا أو تصف وحدها خلف الرجال، إذا التزمت بهذه الآداب الشرعية. أما إذا لم تلتزم فإن زوجها يمنعها من ذلك. نعم، بارك الله فيكم. لها سؤال أخير، تقول: بعض الناس في بعض القرى البعيدة عن التعليم والدعوة إلى الإسلام يجهلون الكثير من أحكام الدين ومن فرائضه ومن ذلك الصلاة، فهم لا يعرفون عدد ركعات الفروض، فمنهم من يصلي الفجر 3 ركعات أو 4 يجمعون السنة والفريضة بسلام واحد، وهكذا في بقية الفروض جهلا منهم، فما الحكم فيما مضى من صلواتهم وفي من مات منهم وهو على تلك الحالة؟ إذا كان فعلهم هذا تساهل منهم بأن لم يسألوا ولم يبحثوا وعندهم من يرشدهم ويفيدهم ولكنهم أهملوا ذلك ولم يبالوا، فإن صلاتهم لا تصح، لأنهم غير معذورين في هذه الحالة. نعم، لأنه مطلوب من المسلم أن يعرف أحكام العبادة قبل أن يؤديها، وأداء الواجبات والفرائض بالأخص يجب على الإنسان أن يعرف أحكامها قبل أن يشرع فيها ليؤديها على الوجه المشروع مهما أمكنه ذلك. فإذا كان هؤلاء عندهم من يرشدهم وباستطاعتهم أن يتصلوا بأهل العلم، أو عندهم مثلا من الكتب والنشرات أو يمكن حصولهم على ذلك بطلبه، ولم يفعلوا هذا ولم يتسببوا، هؤلاء لا يعذرون بالجهل لأنهم لا عذر لهم وصلاتهم غير صحيحة. نعم. وأما إذا كانوا غير قادرين على معرفة أحكام الصلاة، يعرفون أنها واجبة وأنها من مطلوبة منهم، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة أحكامها وليس عندهم من يبين لهم ولا يقدرون على الاتصال بأهل العلم، فإنهم يصلون على حسب حالهم، صلاتهم صحيحة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان بينهم أهل علم وفقه ويستطيعون تعليمهم وإرشادهم ولكنهم لم يفعلوا ذلك، هل يلحقهم شيء من الإثم؟ يجب عليهم هم أن يسألوهم ويتصلوا بهم. إذا كان طلبة العلم والفقهاء لم يقوموا بواجبهم فإنه يجب على العوام أن يطلبوا منهم ويسألوهم عما أشكل عليهم، وأن لا يبقوا على جهلهم مع وجود من يرشدهم. نعم. لكن هؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكلف الجهال بأن يسألوا أهل العلم، إذا كانوا لا يعلمون بعض شيئا من الأحكام الواجبة عليهم وجب عليهم يسألوا أهل العلم، وأهل العلم يجب عليهم البلاغ والبلاغ. نعم. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم، حيث أجيب عن أسئلة الإخوة ميم صاد عين مقيم بالرياض، والأخ محمد عبد الحميد محمد حاتم من اليمن الشمالي لواء إب، والأخ أسامة سعيد محمد عراقي مقيم في بولندا كراكوف، والأخت رقية عبيد الله حسين من السودان. أعزائنا الكرام، نشكركم أيضا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.